عن differential and absolute white blood cells count. العد التفاضلي والمطلق أو التفريقي والمطلق لخلايا الدم البيضاء. Differential leukocyte count is used to identify changes in the distribution of white cells, which may be related to specific types of disorder like infection, bacterial, viral, or parasitic, or leukemia, and used to identify the increase or decrease in specific white blood cells. يقول انه العد لتفريق ليونات الدم البيضاء يستخدم لتحديد التغييرات ولتوزيع خلايا الدم البيضاء. قد يكون مرتبط بانواع معينه من الامراض او العدوات مثل العدوات البكتيريه او الفيروسيه او الاصابات الطفيليه. تستخدم طبعا لتحديد الزيادة والنقصان في عدد معين من الـ white blood cells. It is the analysis of total leukocyte count to determine the percentage of each type of white blood cells, neutrophil, eosinophil, basophil, lymphocyte, and monocyte. It is also used to determine if there are abnormal or primitive immature types of these cells in the blood. يقول هذا التحليل هو لتحديد العدد الكلي أو الإجمالي لعدد الخلايا البيضاء، وأيضاً يحدد النسبة المئوية لكل نوع من أنواع خلايا الدم البيضاء، سواء كانت العدلات، الحمضات، اللمفيات، الخلايا القاعدية، وأيضاً الخلايا الوحيدة. It is also used to determine if there are abnormal or primitive immature types of these cells in the blood. يقول أيضا هذا يستعمل لتحديد إذا كان هناك أنواع طبيعية أو غير ناضجة من خلايا الدم البيضاء. Principle: the stained blood smear is studied under the microscope. 100 oil emerging leukocytes are differential counted on any abnormal morphology of white blood cell is viewed and reported. مبدأ العمل هنا يتم من خلال استخدام مسحة الدم تحت المجهر، راح نشوفها على القوة 100 باستخدام الـ Emerging Oil. يتم عد الكريات البيضاء وأيضا عد أي تواجد غير طبيعي لخلايا الدم البيضاء الـ Abnormality. Requirements: المتطلبات هي Stained Blood Film Microscope، فيلم دم مصبغ جاهز، وايضا ميكروسكوب. واحنا الستيند بلاد فيلم اخذناها من المحاضرات السابقه، شلون احضر ستيند بلاد فيلم، شنو الصبغات اللي استخدمها، وشنو الخطوات، وشنو المهم والمو مهم بها بالتفصيل اخذناها. نيجي على البروسيجر مالت العمل. Put the blood film under the microscope 10 then 14 to determine the suitable examination area. Put one drop of immersion oil on the target area and change the microscope 100. Count the white blood cells using tracking pattern. Count 100 leukocytes each cell identified should be
immediately tell. هنا عنا طبعا الخطوات كلش واضحة قدامكم ال procedure إنه تصبغ فيلم دم. بعد التصبيغ وبعد ما تجهز فيلم الدم مالتك راح تحط على قوة 10 قوة 40 تحدد المنطقة اللي تريد تفحصها. من تحدد المنطقة راح تحط عليها الإيمرجينج أويل وتحول قوة المجهر على 100 وتبدي تحسب الليوكوسايت بهاي الطريقة اللي قلناها ووضحناها بالمحاضرات السابقة. النورمال فاليو المفروض يطلع عندك طبعا هاي انواع خلايا الدم البيضاء الباتسيال هي الايماتشور نيتروفيل الغير ناضجه تطلع المفروض انه عندك من 3 إلى 5%. النيتروفيل تطلع من 40 إلى 75%. الازينوفيل الباسوفيل اللمفوسايت المونوسايت هاي كل وحده والنسبه المئويه قدامها اللي المفروض انه تطلع عندك. هذا العد الديفرنشيال التفريقي. اذا طلاب هسه نركز على نقطه مهمه، شلون يتم العد التفريقي؟ دم التفريقي استخدام البلاد فيلم. العد التفريقي يتم من خلال استخدام البلاد فيلم. هاي صارت عندكم كلش واضحه. نجي على الابسوليوت اللي هو الجديد اللي راح نعرفه هنا بهاي المحاضره. العد الابسوليوت، الابسوليوت هو عبارة عن الكاونت بالمية اللي انت راح تطلعها في التوتال كاونت في العد الكلي اللي احنا استخدمناه من المحاضرة السابقة وعرفنا شلون نطلع التوتال كاونت تقسم على 100. اذا الابسوليوت كاونت يتم من خلال هاي المعادلة الكاونت بالمية اللي راح نطلعها من هاي الطريقة اللي أخذناها اليوم من خلال استخدام البلاد فيلر ونطلعها بالمية في التوتال كاونت. إذا تذكرون استخدمناها بالمختبر اشتغلناها بإيدينا عشان نطلع التوتال كاونت وتقسمها على 100. An adult their area about هنا يقول يعني الشخص البالغ أو الأشخاص البالغين راح يطلع لك حوالي من 4 إلى 11 ألف ليوكوسايت لكل مليمتر مكعب من الدم. الأبسوليوت نمبر هاي الأبسوليوت نمبر لكل أنواع الوايت بلاد سيلز النيتروفيل اللمفوسايت المونوسايت الأزينوفيل والباسوفيل هاي أشكالها. إذن الأبسوليوت راح تعتبر هي أسهل طريقة أو أسهل نوع من الوايت بلاد سيل كاونت. التوتال كاونت أخذناه من خلال استخدام المحاليل الخاصة بالوايت بلاد سيل ونضيفها إلى الدم ونفحصها بالشامبر بالمجهر ونطلع التوتال كاونت. الكاونت برسنتيج بالمية انطلع من خلال البلاد فيلم من خلال مسحة الدم. الأبسوليوت كاونت راح نضرب الكاونت بالمية في التوتال كاونت ونقسمها على رقم 100 وتطلع لي الأبسوليوت كاونت. عندنا التوتال كاونت ماخذين مشتغلين من خلال المحاليل. البلاد فيلم هم كليتكم تقريبا صار عندكم واضح وكلكم حضرتوا بلاد فيلم. والابسوليوت كاونت هي عباره عن التوتال راح تضربها بالعد اللي راح تطلعه من البلاد فيلم وتقسمها على 100. لهنا طلاب واضحه؟ احد عنده سؤال شيء؟